يطالب رياضيو بلدية أربوات الفوقان الجنوبي للبيض من السلطات المحلية والولائية بإنجاز ملعب جواري آخر، حيث أصبح الملعب القديم الوحيد غير لائق لاستقبال العدد الهائل من الشباب الذين يتوافدون يوميا لإجراء مقابلات رياضية. وكذلك أضافوا بوضع حواجز للحد من زحف الرمال التي تحاصر أرضية الملعب وتغطي العشب الاصطناعي وتمنح من اللعب في الكثير من الأحيان في ظل نقص المرافق الضرورية بالمنطقة. أنا ممثل عن النادي الهاوي الأمل أرباوات. كما راكم تشوفوا الملعب هذا الجواري المعشوشب اصطناعيا، راه عندنا فيه اكتظاظ. كما راكم تشوفوا الأولاد حتى راهم ماش لاقين يلعبوا، بالإضافة إلى أنه يتردم بالرملة. وخصنا ونطالبوا سيد الوالي والسلطات المحلية باش يعطونا ملعب آخر في بلاصة تكون ماش معرضة للرياح والزوارع الرملية. وشكرا.